تحية نضالية النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمناضليها ومناضلاتها في مسيرة الكرامة الدائمة لزملائنا الذين فرض عليهم التعاقد. نحن موقفنا واضح منذ انطلاق صرخة وجدة الذي أطلقها الكاتب العام، رافضا لكل نوع من التضليل والتسويف الذي يهم زملاء الذين فرض عليهم التعاقد. لذلك ستبقى النقابة الوطنية للتعليم حاضرة في كل المحطات النضالية حتى يتحقق الإدماج في الوظيفة العمومية. نعم نتفهم إكراهات الدولة، لكن لا يمكن أن يكون الحلول المقترحة من المؤسسات المانحة أن تكون على حساب المدرسة العمومية وعلى أبناء هذا الشعب الأبي. لذلك نحن دائما حاضرون وسنبقى حاضرون وسندعم ونشارك ونساهم في كل المحطات النضالية التي يخوضونها إخواننا وزملاؤنا الذين فرضهم عليه التعاقد، وشكرا لكم.